السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مبرمج أحمد محمدي وحلقة جديدة من كورسنا، كورس برمجة تطبيقات الآيفون والآيباد باستخدام اللغة الجميلة سويفت. والنهاردة هنكمل كلامنا عن الكولكشنز، وهنتكلم عن حاجة جديدة اسمها الديكشنري، فخليكم معنا. Swift course for Mac devices. الديكشنري أو القواميس، زي ما الصفحة الرسمية لسويفت ما بتقول، هنا الديكشنري بيتكون من جزئين، ماشي؟ في الحلقة اللي فاتت برضو الاراي كنا بنقول بيتكون من جزئين، index و value، بس الindex ده ثابت يعني من صفر الى ما لا نهاية زي ما انت عايز، والvalues هي اللي انت بتتحكم فيها. لا، الديكشنري بقى مختلف. الديكشنري انت بتتحكم في الكي اللي بتخش والvalue، بس بشرط، ولازم تركز في الشرط ده جدا، الكي ده لازم يبقى يونيك. يونيك هنا يعني فريد، يعني ما ينفعش يتكرر في الديكشنري كله اللي انت بتستخدمه. نشوف هنا مثال زي دوت، هو حاطط الكي دوت واي واي زد، قالك ده تورنتو بيرسون، وده هنا الدي بي يو، ده قالك دبلن ايربورت، ده بريزون، ده سجن تورنتو، تورنتو دي في كندا اعتقد، و دي بي او ده دبلن ايربورت، وال ال اتش ار ده لندن هيثرو. ما علينا من المعلومات ديت، بس ده معناه ايه؟ معناه ان الكي دوت ما بيتكررش، وكل كي بيرتبط بالايه، بالفاليو اللي بتكون داخله قصاده، ماشي؟ هي دي فكره الديكشنريز. الديكشنريز والاريز من اكتر الحاجات اللي انت هتستخدمهم وانت بتبرمج تطبيقات سويفت، اللي هي عشان تعمل تطبيقات، سوري، ايفون ايباد. ركز معايا جدا واعرني انتباهك بشكل كبير جدا عشان تستوعب فكره الايه، الديكشنريز. يبقى احنا قلنا الفرق بين الديكشنري والاري ان الاري الاندكس انت ما بتدخلهاش، هي بتخش بالترتيب كده زي ما انت شايف من صفر الى ما لا نهايه، وهي ارقام، وعندك الكيز، ماشي؟ دي انت اللي بتدخلها وانت اللي بتتحكم فيها. تعالوا بقى نشوف بتتكتب ازاي في لغة سويفت. تعال نعمل مثلا هنا var ونكتب هنا langs، يعني اختصار للانجوجز، هو دوت الديكشنري اللي احنا بنستخدمه، ماشي؟ وهنكتب كلمة ديكشنري عادي جدا، وبعد كده هنفتح القوسين دولت. أول خانة هنكتب فيها التايب بتاع الايه، الكي بتاعنا، وتاني خانة هنكتب فيها التايب بتاع ال، استنى نوسع الشاشة شوية، وتاني خانة هنكتب فيها التايب بتاع الايه، الفاليو بتاعتنا. يبقى هنا ده هندخل هنا التايب بتاع الكي، وهنا هندخل التايب بتاع الفاليو، وبعد كده هنفتح قوس ونقفله، وكده احنا عملنا ديكشنري. شوف هنا طلعه في الديسبلاي اريا شكله عامل ازاي، ان هو قاموس. في نوع تاني من القواميس، والاثنين نفس الاستخدام، بس طريقة الكتب بس هي اللي مختلفة. مثلا هنا var langs هيساوي، وهنكتب مثلا نفتح قوس ونقفله زي اللي كنا بنعمله للاراي، ونكتب هنا string دوت الكي، و string ده للفاليو، ونفتح قوس، سوري، ونفتح قوس ونقفله كده. كده احنا عملنا array تاني، سوري، langs 2، تمام كده. ده كده شكل array تاني من نوع dictionary. زي ما انتم شايفين هنا في display area عامل لك dictionary فاضي وdictionary فاضي، ده معناه ان ده هو ده بالظبط، ده طريقة لكتابة لانج، سوري، ده طريقة لكتابة الديكشنري، وده طريقة تانية لكتابة برضو الديكشنري. لو تفتكروا الطريقة دي شبيهة إلى حد ما بطريقة كتابة الأراي، مثلا var arr مثلا هيساوي، لو فاكرين هنا
string وكنا بنفتح قوس وبنقفله، هتلاقوا ان الطريقة ديت هي الاقرب الى كتابة ايه ال array، بس دوت dictionary ودوت array. على العموم هتكتبوا كده هتكتبوا كده، لغة السويفت بتتعامل مع الاثنين بنفس الكونسبت بالظبط. تعالوا بقى ندخل قيم داخل الايه ال array دوت او dictionary دوت. هنا لو جينا كتبنا لانكس ماشي وحطينا هنا ايه مثلا جي اس، وكتبنا يساوي مثلا جافا سكريبت ماشي، يبقى انا كده دخلت كي للفاليو دوت ماشي جي اس، ودخلت هنا ايه جافا سكريبت ماشي. لو عاوز اشوفه لانكس وهنعمل هنا جي اس، شوف هيجيب لنا ايه، هيطلع لنا الجافا سكريبت. حاجه مهمه لو انا هتعامل مع الاري او فاليو في الاري وعملت كده برنت تحت قوس وقفلته، هيجيب لك هنا اوبشنال جي جافا سكريبت. ده معناه ايه؟ معناه هو تعامل مع الفاليو اللي طالعه من ال array على انها optional. ليه؟ لان هو مش ضامن انك انت تغلط في حرف مثلا، انت لو عملت كده هو خلاص اصبحت النتيجه هتيجي بنال على طول، هتلاقي هنا بص النتيجه نال ماشي. طيب حل المشكله دي ايه؟ حل المشكله ديت في المحاضره اللي خدنا فيها ال optional binding. يعني هنقول هنا اف مثلا val او value هيساوي لانج سوري افلت اسف لانجز هنا جي اس، وهنا نفتح القوس ونقفله ناخد ده كده كوماند اكس كوماند في، وتاخد هنا كنترول سي كنترول في اهو كده. انت حليت المشكله بتاعه انك تجيب قيمه من ال سوري، طبعا هو هيبص لها على الكاركتر ده سمول بقى اهو كده كده هيشتغل، وهو هيطبع لك جافا سكريبت من غير اوبشنال. وده طريقه انك انت تريتريف فاليو من اي ديكشنري وانت في السيف سايد بدون ما يعني ما تتعرض لموضوع الاوبشنالز دوت، لان الاريز كلها بيعتبر الممبرز اللي فيها او الحاجات اللي داخله فيها كلها اوبشنال. فالحل زي ما انت شايف كده هو انك تعمل بايندنج ليها عشان تطلع الاوبشنال فاليو منها. دلوقتي طب افرض انا عاوز اضيف عنصر جديد، مثلا هنحط هنا لانكس عشان اضيف عنصر جديد، وهكتب هنا سي بي ماشي، وهنا بيساوي ونحط هنا سي بلس بلس ماشي. اصبح كده عندنا الاري دوت القيمه بتاعته 2 في 1 وهكذا. بقى لو عاوز تضيف واحد تاني بتضيف الكي، بس خلي بالك لازم الكي يكون يونيك، وبتضيف في نسخه السي بلس بلس. لو عاوز تغير مثلا، فرضنا ان احنا مثلا كتبنا هنا الكلمه دي غلط كده ماشي سكريبتس، فانت عاوز تصلحها مثلا، فعاوز تأديت فيها بمنتهى البساطة. عشان تأديت في قيمة في ديكشنري هتحط الجي اس وهتكتب هنا الجافا سكريبت السليمة. بس كده هنا هتلاقيه صلح لك القيمة بتاعتها تاني بعد ما كانت اساسا داخلة غلط. يبقى احنا عرفنا ازاي تضيف وازاي تحسب. طب ازاي بقى تمسح، ازاي نمسح قيمة من array؟ المسح سهل جدا. لانكس مثلا عاوز تمسح السي بلس بلس، وهو بتدخل الكي بتاعها سي بي هيساوي نل. بس كده كده العنصر ده اتمسح، اتعمله ترمينيت ماشي من الايه، لان اي قيمة جوه array قيمتها بتساوي نل هي مش موجودة،
ما بيبصلهاش الأريه، ما بيعتبرهاش منبر، ما بيعتبرش حاجة أساساً جواها قيمتها نيل. طيب افرض هنا أنا وصلت شوية، أنا عاوز أعمل لوب داخل الإيه الدكشنري ده، بما إنه أري ماشي. برضو لغة السويفت عاملة له طريقة محددة، طريقة سهلة تقدر بيها تعمل لوبينج جوه أي دكشنري، و يعني هتسهل عليك أمور كتير جدا. مجرد هتعمل فور ماشي، وتفتح قوس تقفله وتدخل فيه قيمتين افتراضيتين للايه الكي والفاليو. مثلا هنكتب هنا كي وهنا فاليو ماشي، وبعدين هنقول هنا ان وبعد هنا لانجس، وتفتح قوس وتقفله بس كده. تيجي هنا بقى هنا print key of، مثلا هنقول هنا key مثلا دوت هنا، ونحط هنا key، هنقول هنا for برضو هنا language اللي هنستخدمها val ايوه كده، ونشوف النتيجة هتطلع عاملة ازاي. اهو شايف هو هنا خلينا مثلا ايه عشان نوضح اكتر نلغي ديت كده، وبلاش اللي احنا مسحنا السي بي، ونشوف النتيجه بتاعتنا كام. احنا عندنا فاليو فيها قيمتين، ديكشنري فيه قيمتين اهو، كي سي بي فور سي بلس بلس، كي جي اس فور جافا سكريبت. وهي ديت القوه اللي بتمنحها لك كتابة الدكشنريز في لغة سويفت. الدكشنريز طول مهمة جدا في الكوليكشنز عموما، هي والأريز احنا بنستخدمها كتير في شغلنا، وهي مهمة جدا 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 جدا. عاوز اقول لكم يعني مفيش مشروع، مفيش، انا كتبت تطبيقات اي او اس كتير، مفيش يمكن صفحة حتى واحدة ما فيهاش ديكشنري او اري في التطبيقات دي كلها. فهي حاجة مهمة جدا جدا، وفي نفس الوقت هي حاجة سهلة جدا وبسيطة جدا. اتمنى ان انتوا تكونوا واصلين معايا دلوقتي للليفل اللي احنا بنتكلم فيه دوت، اتمنى تكونوا محصلينه. اي حد عنده استفسار من اي نوع يا ريت يسيبه في الكومنتس بوكس تحت الفيديو، ويا ريت تتفاعلوا مع القناه يعني عشان خاطر اليوتيوب بيغلس شويه على صناع المحتوى اللي هم ايه، بيحس ان المشتركين عنده ما بيتفاعلوش كتير يعني. يعني عندي ناس كتير بتشوف الفيديوهات بس يعني لا بتعمل لايك ولا كومنت ولا سبسكرايب يعني، فده بيضر صانع المحتوى. انتوا اكيد يعني انتوا عايزين نستمر ونعمل كورس دوت، ونعمل كورسات تانية كمان، والكورس ده لسه يعني يمكن احنا في الليفل الاولاني، قربنا خلاص احنا في اخر الليفل الاولاني، هو 3 ليفل طبعا. فيا ريت تتفاعلوا معايا عشان اقدر اكمل في الكورس دوت والكورسات التانية. في النهاية اتمنى لكم التوفيق. كان معكم المبرمج احمد محمدي، الى اللقاء في الحلقة القادمة.